السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيوجهكم هذا الفيديو إلى كيفية الولوج إلى الدروس حسب مستواكم الدراسي برسم الموسم الحالي. سوف أبدأ أولاً بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. لتظهر بعد ذلك صفحة المتضمنة للدروس حسب مستواي الدراسي. المادة المتوفرة حالياً بالمستوى الأول إعدادي هي مادة النحو والصرف. سوف أقوم بالنقر على الصورة للانتقال إلى صفحة الدروس التابعة لمادة النحو والصرف. من خلال هذه الصفحة يتم عرض لائحة الدروس المتوفرة بالمادة حسب مكوناتها. وللانتقال إلى صفحة الدرس الذي أود متابعته علي النقر على عنوان الدرس، ولكن قبل ذلك يتوجب علي التسجيل بالمادة، وذلك من خلال الضغط على زر التسجيل في هذه المادة المتواجد أسفل الصورة. بعد أن قمت بالتسجيل بالمادة، وكما قلت سابقاً، أقوم بالضغط على عنوان الدرس للانتقال إلى الصفحة الخاصة به. كما تشاهدون، الصفحة تتضمن فيديو وملخص الدرس. نستطيع تشغيل الفيديو من هنا وإيقافه مؤقتاً من نفس العلامة. يمكن تسريع الفيديو من هنا وإرجاعه إلى لحظة معينة بنفس الطريقة. يمكن أيضاً ملء الشاشة من هذه العلامة. نستطيع تحميل ملخص الدرس بالضغط هنا. ثم أخيراً إغلاق الدرس من هذه العلامة. بتتبعكم لهذه الخطوات سوف تتمكنون حتماً من مسايرة دروسكم عن بعد. وفقكم الله.